في بريطانيا المعارضة تستطلع آراء الناخبين المسلمين في البلاد، حيث بدأ مكتب زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر في استطلاع آراء الناخبين المسلمين البريطانيين، وسط قلق متزايد من خسارة أصواتهم إثر موقف الحزب من حرب غزة. قالت مصادر عمالية إن الحزب يعقد لقاءات في جميع أنحاء البلاد بعد قلق كبار المسؤولين من خسارة أحد أهم قواعد الدعم لهم. قال متحدث باسم الحزب إن حكومة الظل وزعيمهم كير ستارمر ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين للاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دولة إسرائيل، كجزء من الجهود المبذولة للمساهمة في تأمين حل الدولتين عن طريق التفاوض. تنضم إلينا من لندن مراسلتنا براء العزاوي. براء، إذا تطلعينا أو يعني تخبرينا إلى أي مدى يمكن أن يؤثر يعني هذا الحرب أو هذه الأزمة على الشأن الداخلي لبريطانيا وخصوصا للحزب المعارض؟ نعم لينا، يعني لحزب العمال المعارض لربما كان النصيب الأكبر، خاصة وأن يعني هناك العديد من المسلمين، نتكلم عن تقريبا نصف عدد المسلمين في بريطانيا، صوتوا في الانتخابات الأخيرة لحزب العمال، وحتى يعني الربع الثاني منهم أو النصف الثاني منهم ممن لم يصوتوا، كانت جميع استطلاعات الرأي يعني تشير إلى أن هم لا يدعمون حزب المحافظين، ولكن الأغلبية من النصف الآخر من البالغين 4 مليون مسلم في بريطانيا كانوا أيضا يدعمون حزب العمال. الآن يشعر حزب العمال وطبعا بقيادة زعيمه كير ستارمر تخوفا بسبب هذه الأزمة، يعني خاصة عندما كانت تصريحاته في أول الأزمة عندما خرج في مقابلة تلفزيونية وقال بأن لإسرائيل الحق في أن تقطع الكهرباء والماء عن قطاع غزة لدفاعها عن النفس. يعني تراجع فيما بعد عن هذه التصريحات، ولكن ظل مصمم ممن على عدم يعني المطالبة بوقف إطلاق النار، وخاصة نحن نتكلم عن 150 نائب من يتبعون حزب العمال، من أعضاء حزب العمال كانوا قد دعوا كير ستارمر إلى أن يدعو إلى وقف إطلاق النار، وأيضا هناك 10 ممن استقالوا من الحزب على ضوء هذه التصريحات التي أدلى بها، وأيضا هناك 30 ممن رفعوا مذكرة للبرلمان يطالبون من داخل حزب العمال، يطالبون مجلس النواب بيعني مقترح وقف إطلاق فوري للنار في قطاع غزة. إذا أيضا لربما يعني هناك التصريحات الأخيرة التي يعني أدت إلى سخط شعبي في الأجواء، دعنا نقول بالنسبة للمسلمين خاصة وحتى بالنسبة للبريطانيين بشكل عام. أولا هناك تصريحات وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي عندما قال بأننا لن نتفاوض بشأن أو لن نعترف بدولة اسمها فلسطين حتى يتم التفاوض بين يعني السلطة الفلسطينية وإسرائيل، هذا أولا. ثانيا هناك طبعا تعليق لعضوية كيت أوساما وهي عضوة في حزب العمال لأنها يعني استخدمت أو يعني وصفت على حد قولها إبادة جماعية خلال أحد الجلسات، هذا مما أدى إلى تعليق عضويتها في الحزب. ولذلك يعني هذه التراكمات على زعيم حزب العمال الذي هو يعاني الآن من انشقاق في صفوف حزبه، هو ليس بالتوقيت الجيد له لأنه يحاول أن يربط هذا يعني هذه الصفوف لكي يتأهب إلى الانتخابات العامة. التخوف داخل حزب العمال ليس فقط من استطلاعات الرأي بالنسبة للمسلمين، ولكن بالنسبة للمجالس المحلية والمناطق التي يعني يتواجد فيها أكثرية مسلمة، والتخوف من أن لا تدلي هذه هؤلاء يعني هذه النسب بأصواتها في الانتخابات القادمة. شكرا لك براء العزاوي، كنت معنا من لندن.